من ده تعالى نشوف تحدي آخر مصر أيضا بتقف قدامه، لكن التحدي ده هنتكلم فيه من زاوية تبدو مختلفة شوية، وهو أو زاوية المنتدى الدولي في النمسا، واللي بيناقش تجربة مصرية رائعة الحقيقة، فعلا رائعة، في استثمار 32,000 شاب مصري للتوعية بأضرار المخدرات. من منا ينكر أنه انتشار المخدرات في صفوف أو في الأوساط الشبابية، مش بس بقى في مصر، في العالم، أصبح شديد الخطورة، شديد الخطورة. لو جيت سألتني هقولك المسألة ما هياش مسألة تجارة رابحة مهما كانت حرمانيتها وعدم قانونيتها، فتدر مليارات من الدولارات على المتاجرين فيها، فبيدوروا دايما على أسواق، وبطبيعة الحال الفئات المستهدفة بتبقى الشباب. المسألة أظنها فأحيانا كتير بتبقى فيها دفع من دول، من أنظمة، من أجهزة، لأنها تخمد من جزوة الشباب، تخمد من طاقة الشباب، تدمر هذه الفئات قدر الإمكان، لأنه هذا التدمير بيبقى تدمير عقلي ونفسي وبالتأكيد جسماني. وبالتالي شيء طبيعي أن دول تناصبك العداء علنا أو تضمر لك العداء والغيلة في قلوبها، تحاول قدر الإمكان أنها تخترق شبابك، وتحاول قدر الإمكان أنها تدمرهم عن طريق هذا أو يعني هذه العادة شديدة الخطورة، شديدة السوء. أنا من الناس اللي بتشوفها تدمير للجسم، تدمير للإنسان، ولعن الله من دمر بنيانه، والإنسان بنيان الله فعلا يعني، ففيها من الحرمانية أكثرها وأعلاها يعني. دي وجهة نظري، ليست فتية على الإطلاق، أنا لست أهلا للفتوى خالص يعني، بس دي وجهة نظر. مصر عملت تجربة في أنها تستثمر 32,000 شاب للتوعية بهذه الخطورة، للتوعية ما بين صفوف أجيالهم أو جيلهم، علشان يبقوا فاهمين. بيشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيضا رئيس مجلس إدارة الصندوق في منتدى الشباب الدولي السنوي، وهو أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوث فورم، اللي بيعقد حاليا في فيينا النمسا تحت عنوان الوقاية من استخدام المخدرات. قامت الدكتورة غادة والي بصفتها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، وهي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، بافتتاح فعاليات المنتدى بمشاركة وفود من 43 دولة. العدد الحاضر من الشباب 74 شاب وفتاة من هذه الدول على مستوى العالم كانوا بيشاركوا في هذا المؤتمر اليوث فورم المقام في فيينا النمسا. فمهم جدا التجربة المصرية، ومهم جدا انه يعني يتم او تتم مناقشتها، وبالفعل بتتم مناقشتها هناك في فيينا دلوقتي. كم من تجارب مصرية اصبحت قيد الاعجاب وقيد التناول. خلينا نرحب على التليفون بمعالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف، بسعد دايما ابقى مع حضرتك. لا ده انا اللي اسعد، انا اللي اسعد واتشرف الحقيقه. يمكن هبدا الكلام على منتدى فيينا والتجربه المصريه، بان احنا قدرنا ان احنا نخلي 32 شاب وشابه يقوموا هم او استغلينا طاقتهم في التوعيه باضرار المخدرات. التجربه دي بدات امتى ووصلت الى فين يا فندم؟ احنا عندنا يمكن تحت الصندوق عندنا ما يخرج من 30,000 متطوع. الحقيقه احنا بنعتمد اعتماد كامل على المتطوعين في اكتر من مبادره، سواء في الهلال الاحمر المصري او في صندوق مكافحه الادمان، ودلوقتي كمان عندنا برنامج وعي في تحت مظله الوزاره. بنقوم بحركه تطوع، وان شاء الله تصدر عن الوزاره الاستراتيجيه الوطنيه للتطوع الاولى في اخر هذا الشهر. احنا يمكن مفهومنا للتطوع بيقوم مش بس بمشاركه الشباب في العمل الاجتماعي وتحفيز روح الانتماء والوطنيه، لكن القضايا اللي بيشتغلوا عليها قضايا هامه جدا، واولها مساله مكافحه وعلاج الادمان، وده لان الشباب لما بيعمل توعيه للشباب اللي زيه ومن سنه
بيبقى رسالته بتوصل اكتر. بعض من الشباب المتطوع كمان معانا من المتعافين انفسهم وسخروا نفسهم لهذه المهمه. احنا طبعا بنشرف ان يعني معي وزيره السابقه غاده والي بترأس صندوق مكافحه او ترأس الامم المتحده مكافحه الادمان ومكافحه العنف والجرائم والجريمه. فالحقيقه احنا دايما ما بيننا تعاون من فيينا ومن كافه دول العالم. ممكن كان في التجربه على مدار 5 ايام من اول 28 فبراير لغايه 4 مارس كان دعانا مكتب الامم المتحده للمخدرات والجريمه بالنمسا لمشاركه الصندوق في ان يرشحوا احد القاده من الشباب المتطوعين لانه يمثل مصر في المنتدى. لان التجارب بتعرض واحنا بنعتبر ان تجربتنا ناجحه جدا في جمهوريه مصر العربيه وده احنا بنشتغل على الطلب. فالحمد لله في خفض للطلب يعني ملحوظ وبالارقام ومش بس على الطلاب في الجامعات او في المدارس، على سائقي الحافلات المدرسيه وسائقي النقل العام. والجهد مش بتاعنا احنا لوحدنا، احنا معانا كمان وزاره الداخليه في تكثيف الحملات ومعانا وزاره الصحه والسكان في الكشف عنها. فالتجربه المصريه عمل خاصه بعد صدور القانون بفصل الموظفين المتعاطين فعمل ردع كتير قوي عن الفتره السابقه. نزلت النسبه تقريبا في الجهاز الحكومي من 8% ل 1.8%، نزلت من برضه في سائقي حفلات من 11 ل 8 ل 6 ل 2%. فدي كانت تجربه ناجحه بيقوم بيها كمان. احنا بندخل المناطق المدوره اللي منقول ليها سكان المناطق غير الامنه والعشوائيه وهم نفسهم بيقدموا على مساله العلاج والتعافي. بنعمل خدماتنا في سريه تامه وفي خصوصيه تامه وفي مجانيه تامه. رائع جدا. ففي اقبال من الشباب. رائع جدا. طب دكتور نيفين، هل اقدر وصححيني لو انا غلطان، اقدر اربط ما بين ال 32 ألف شاب اللي بيشتغلوا على التوعية بأضرار المخدرات وهذا الاستخدام القاتل لو صح التعبير، وفي نفس الوقت إنه ده أكيد بينعكس بشكل ما على يمكن الجلسة أو القضية المركزية بتاعة الجلسة النقاشية بتاعت امبارح، ألا وهي تنمية الأسرة المصرية؟ هل المسألة دي بتنعكس على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؟ وهل أيضا مسألة التطوع ودعمكم للاستراتيجية الوطنية للتطوع ممكن كمان نستخدمها في مسألة توعية الشباب المصريين اللي لسه مقبلين على الزواج أو في السنوات الأولى من زواجهم للتوعية بهذه القضية وبهذا المشروع الكبير؟ احنا من طرفنا يعني يمكن الأسرة عندنا بنشتغل عليها على أكثر من محور، مش بس في موضوعات تنظيم الأسرة أو الحد من الزيادة السكانية. يمكن معظم خدماتنا بتخص كمان خصائص الأسرة من أول الطفولة المبكرة والالتحاق بالحضانات لغاية التكافل وكرامة وشرط الالتحاق بالمدرسة والرعاية الصحية. الأطفال اللي بيتسربوا من التعليم بنعيدهم للمدارس المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمجتمع المدني. مسألة النساء إذا تم تعريضهم للعنف أو الأطفال، مسألة أيضا المسنين، مسألة ذوي الإعاقة، إذا كان في شباب أو شابات عرضة للإدمان أو التعاطي. فإحنا بناخد الأسرة بكل أفرادها من أول الأطفال لغاية المسنين، فإحنا بنعتبرهم جزء من الدولة المصرية. لأن هي الدولة إيه؟ هي مجموعة من الأسر. صح. والأسر إذا صلح حالها هيصلح المجتمع والدولة بشكل عام. فبنشتغل كمان على الوعي بتاع الأسر، على الاكتشاف المبكر للمشكلات. إذا كانت الإعاقة بنقول للأمهات إزاي تعرف إن ابنها على مشارف إن هو ممكن يتعاطى أو إن هو ممكن يكون جرب المخدرات قبل ما يندرج لمرحلة متقدمة. فإحنا يعني الأسرة بالنسبة لنا كوزارة تضامن إحنا بنخدم الفئات المختلفة
من اول بقول حضرتك لغايه المعاش، لغايه حتى ما بعد وفاه الشخص والقائمين على الحصول على معاشه اثناء حياته، العماله غير المنتظمه، الاسر المنتجه، الاسره اللي بتنتج او السيده لو عايزه تجي لها فرصه عمل. وكنا لسه امبارح بنقول ان الدور الانتاجي لو زاد هيقل الدور الانجابي مباشره، لان العقليه بتختلف، مستوى حياه الاسره بيتحسن، بيدوقوا جانب اخر من الحياه كانوا محرومين منه. فالحقيقه هي زي ما هي بتقول احنا بنتكلم على تنميه الاسره، مش صح. بس تنظيمها، لكن تنميه مؤشرات الصحه والتعليم والوعي والعمل والاستقرار الاسري والتامين الاجتماعي والحمايه الاجتماعيه والانتاج. فمش بنتكلم بس على الاعداد، لان جوده الحياه والحياه الكريمه اللي كلنا بننشدها وبنشكر سياده الرئيس عليها لازم لها مقومات، لكن ما بتجيش كده. يعني حتى توعيه الاسره واخد جزء كبير من شغلنا، ان الاسر عندها مفاهيم كتير محتاجه مغلوطه او مختلط عليها. فالحقيقه يعني محو الاميه بكل ما تحمل الاسره، احنا بنعتبر نفسنا يعني في خدمه هذه الاسر، ونتمنى مش نبقى في خدمه، نتمنى نخدم مع بعض. صحيح. مش افراد تخدم افراد، لكن يكون عندهم الوعي الكامل بالمشاركه، وان نخدم سويا يعني هذا الوطن الحبيب. اللهم امين. مسؤوليه كبيره يا فندم وحمل تقيل، بس قدها وقدود. يا رب ان شاء الله. لا احنا هنفضل وراها لغايه ما نوصل لنتائج ملموسه ان شاء الله ومحسوسه، وان شاء الله موفقين زملائي وانا وكل مؤسسات الدوله والمجتمع المدني. والله انا متفائل. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لمعالي الوزيره الدكتوره نيفين القباج، وزيره التضامن الاجتماعي. خلونا